إذن مشاهدينا، إن شاء الله وصلنا وإياكم إلى فقرة وصايا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، حيث يتحدث عن العمل. العمل نوعان، أحدهما يقصد به كسب لقمة العيش، والآخر العمل بما تعلم من أعمال صالحة. وبكلتا الحالتين يفرض أهل البيت سلام الله تعالى عليهم يعني موضوع العمل ويرفضون التباطؤ به. إن شاء الله نستمع إلى وصايا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه مع هذه الفقرة المميزة، والأستاذ حيدر رحيم وهو يتحدث عن هذا الموضوع. ابقوا معنا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في فقرة وصايا. من خلال هذه الفقرة نقدم نتاجا معرفيا واردا من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، محاولة منا لتطبيقه عمليا وفعليا في مختلف مفاصل الحياة. أحبتي الأكارم، نسمع كثيرا عمن يتباطأ ويتردد في إنجاز أي عمل معين يطلب منه، يمكن أن نطلق عليه مفردة العاجز، سواء بمحض إرادته أو بأمور وظروف شتى لا يمكن من خلالها القيام بتلك الأعمال والمهام والأنشطة التي تقدم إليه. ولكن هل يمكن أن تنطبق هذه المفردة وحدها مجتمعيا على هذه الحالة فحسب؟ بالاعتماد على وصايا المولى أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن بالقرب من ضريحه الطاهر وفي صحنه المقدس، ماذا يقول عن أعجز الناس؟ يقول المولى أمير المؤمنين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منه. أي كلمة وأي شارة يود الإمام أن نتأمل في طياتها ونعيش في مفرداتها تطبيقا عمليا في واقعنا. كيف لنا أن نكتسب الإخوان؟ ومن هم الذين يمكن أن نطلق عليهم هذه المفردة، مفردة الإخوان؟ ولماذا خصص الإمام سلام الله عليه الإخوان بدلا من الأصدقاء أو الأحباب أو الأقارب؟ إذن هناك أبعاد شتى مختلفة لابد أن نتفحص في معانيها. من هو الشخص الذي يستحق أن نطلق عليه لقب الأخ؟ هل اعتمادا على المصلحة التي تربطنا معه، أم مع حجم الوفاء والإخلاص والثقة والأمانة وغيرها من الموارد التي تحبب لنا أولئك الأشخاص، وبالتالي يجعلونا نعتمد عليهم كليا، نحاول أن ننفس عن أنفسنا أي شيء يحاول أن يغيظنا، أن يبعدنا عن السعادة، عن الإطمئنان، عن الراحة، نحاول أن نقترب منهم ليخففوا عنا أعباء هذه الحياة بمختلف مصاعبها، بمختلف الأمور التي لا يمكن أن تحتمل. إذا كان الصديق الذي يخفف عني هذه المآسي، الذي يشجعني، الذي يحفزني، الذي يكون لي ناقد ثابت بشكل مهني ولا يجاملني على سوءاتي، على أخطائي، على مختلف الأمور السلبية، بالتالي يكون لي مرآة أمام الآخرين. كل الأعمال المحببة ستنتج منه محبة خالصة، ستنتج منه تقليد فاعل لما نقوم به، سنتعاون على مختلف مفاصل الحياة. الإمام سلام الله عليه يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. إذن هناك أشخاص لا يميلون إلى الاقتراب من الأصدقاء، من الأحبة، من الإخوان، يعملون على تقاطع مجتمعي ولا يؤمنون بمفردة التواصل ما بين مختلف الأشخاص، بالتالي هموم الحياة كثيرة لابد الإنسان أن يعيش بها مع أفراد يعينوه على كل هذه المفاصل، يعتمد عليهم في مختلف الأمور التي يجب عليه أن يتكئ على آخرين يكونون له سند وعماد ومساهمين في خوض غمار هذه الحياة. وحتى لو وصلنا أيها الأحبة إلى اكتساب أولئك الإخوان، أولئك الأصدقاء، الأحبة، المقربين، لا يمكن أن نضيعهم، كما رددها أمير المؤمنين عليه السلام: وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم.